تتجه الأنظار يوم الأربعاء إلى العاصمة البحرينية المنامة، وتحديداً نحو اجتماع كونغرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي سيشهد اختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس أمم آسيا عام 2027 للمرة الأولى في تاريخها. نور الجاموس. ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان فوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس آسيا 2027 في نسخته 19 لأول مرة في تاريخها. ساعات وسيصادق كونغرس الاتحاد الآسيوي من المنامة رسميا على فوز الملف السعودي الآسيوي الأضخم، بما يحمله من شغف كبير في تقديم أكثر من مجرد بطولة قارية بشعار معا لمستقبل آسيا. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو وقبله كافة أعضاء الاتحاد الآسيوي وقبل الإعلان الرسمي كانوا شاهدين ومطلعين على كافة أركان الملف السعودي وما سيحققه من نقلة نوعية ستعزز من مكانة الكرة الآسيوية. الاستضافة السعودية للبطولة القارية يعكس ما تشهده المملكة في ظل رؤية 2030 من نقلة كبيرة على كافة الأصعدة والرياضية على وجه الخصوص. الاهتمام بأعلى درجاته حاضر لتنظيم حدث قاري استثنائي. الاهتمام بأدق التفاصيل أظهره ملف المملكة من الملاعب إلى البنية التحتية المتكاملة وما تضمه من منشآت رياضية ومواصلات وفنادق ومطارات وكل ما تحتاجه بطولة كبرى ككأس آسيا. الملاعب السعودية بأجمل طراز ستكون حاضرة في الحدث القاري وستشهد حقبة تاريخية جديدة من ملاعب جديدة إلى عمليات تطوير وتجديد لأخرى، حيث سيتم تطوير استاد الملك فهد الدولي واستاد الأمير فيصل بن فهد وملعب مرسول بارك وإنشاء ملعبي القدية والرياض. أما في مدينة جدة فسيتم تطوير استاد الملك عبدالله الدولي واستاد الأمير عبدالله الفيصل، وفي الدمام سيتم تطوير استاد الأمير محمد بن فهد وإنشاء ملعب الدمام الجديد. أما في الخبر فسيتم تطوير استاد الأمير سعود بن جلوي. الرياضة السعودية في أجمل أيامها، والمملكة في كل يوم تقدم كل ما هو جديد وتستضيف أكبر البطولات العالمية في كرة القدم وغيرها، من السوبر الإسباني والإيطالي إلى بطولات الفروسية والخيل والغولف ورالي داكار إلى الفورمولا 1 والفورمولا إي والمصارعة الحرة وغيرها الكثير والكثير، والقادم بكل تأكيد أكبر وأجمل. نور الجاموس، صدى الملاعب.